الأساس. في العموم في عندك مشكلة في الجامعة. في نقص الجامعة يعني. أنا قلت لك قبل كده في نقص 2000 كمبيوتر موجود عشان نوصل لقسم المثالية. 2000 كمبيوتر. هل التحرك اللي معمول دلوقتي يعني في تحرك واضح عشان نحل المشكلة دي؟ احنا حاولنا. على المراكز الكبيرة هنزود. تعقب بأعلى نسبة تعقيم ممكنة. جهاز الحقيقة الحمد لله متطور عن الإدارة الفلوس الميكروسكوب، يقدر يشوف الخلايا طبعا بالظبط ويتتبع تطورها، ده بنقدر نتابع بيه. طبعا برضو أجهزة خاصة لفصل الخلايا، لحضانة حفظ الخلايا، برضو كله الحقيقة الأوضة دي زي ما حضرتك شايف احنا بنعمل فيها إجراءات يعني ربنا يديك الصحة إن شاء الله. كابتن كويس ولا لا؟